طب يا بنات هندخل في الوصفة على طول. عندي كده الكنافة نص كيلو، وهحتاج جبنة من العكاوي اللي هي ياسمين، بحب استعملها طعمها حلو. تقدري انت تعملي مزج ما بينها وما بين الموتزاريلا، بتدي طعم احلى. وعندي كوباية من السمنة او الزبدة، وكمان معلقتين ثلاثة كده من السكر، والصينية هبقى محضرها جنبي. اول حاجة هتبتدي فيها لما تيجي تعملي الكنافة بالجبنة، هتبتدي تغسلي الجبنة كويس جدا. اوعي تغلطي غلطة ان انت تحطي الجبنة من العلبة، هتبقى حادقة وملح وصراحة هتترمي مش هتتاكل، تمام؟ فهتاخدي الجبنة بتاعتك اول حاجة وتغسليها مرة واثنين وثلاثة كويس جدا لما تتأكدي وتطمني ان هي مغسولة قوي. واذا انت يبقى حابة هنا طريقة من الاتنين، اذا عايزة تقطعيها تحطيها شرع سلايس كده، يبقى هتقطعيها وتغسليها برضو تاني، تغسليها كويس قوي، تمام؟ او تبشريها، وانا افضل انك تبشريها وبعد كده تغسليها، طريقة البشر افضل، تمام؟ طيب هتقطعيها كده وتحطيها في المية ولغاية ما تتغسل وتتنقع ويطلع منها الملح خالص، بس ابتدي بقى اشتغلي وانتي مطمنة ساعتها. طيب تمام، بشرناها وغسلناها وصفيناهم. هتجيبي بقى الكنافه بتاعتك وتقطعيها صغير قوي او على حسب الدرجه، هتحطيها في بوله وتحطي عليها كميه السمنه والسكر وتفضلي تدعكي فيها لغايه ما بقت بالمنظر ده. انا حطيت السمنه كلها، خلي بس معلقه بتاعت الصينيه، تمام؟ ممتاز. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك وتحضري الكنافه، هتحطي بقى السمنه من تحت وبعد كده هتحطي طبقه كنافه. ايوه، تحطي بقى كنافة، بعد كده جبنة، بعد كده هتحطي كنافة تاني، أو تقدري تعملي اللي هي طريقة نابلسية، كنافة من تحت وبعد كده الجبنة وبس. طيب هنا في بس ملحوظة، علشان الكنافة تبقى معاكي زي ما شفتها في بداية الفيديو الطبقات متماسكة وما تكونش هشة كده ومفتفتة، اضغطي على قد ما تقدري في طبقة الكنافة الأولى، تمام كده؟ طيب طريقة التسوية براحتك زي ما انت عايزة، عايزة تحطيها في الفرن وتسويها بكت ولا على الشوايه، او تسويها على بوتاجاز وتفضلي تحركيها يمين وشمال لغايه ما تستوي زي ما عملناها قبل كده. طيب بعد ما استوت بقى، بصوا تهزي كده تلاقيها بتتحرك، يبقى هي كده خلاص استوت. هتبدأي بقى تحط لها القطر بتاعي العسل اللي هي الشيرة، وتركزي على الأطراف وبس، خلاص تقلبيها وتقدميها كده براحتك زي ما انتي حابة، وبألف هنا وشفا، وتقطعيها بقى كده وبألف هنا وشفا، تحفة تحفة. بصوا لونها من ورا الجولد الفاتح ده من السمنة، طلع اللون الجميل ده. إيه كانت عايزة محتاجة شوية سوا كمان، بس كانت زي رهيبة، كانت جميلة 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 جميلة، وطعمها حلو قوي وبجد تحفة. تحطي بقى بيستاشيو وتخليها تقدميها كده زي ما انتي حابة. يلا وصلنا نهاية الفيديو، يا رب تكون عجبتكم، يا رب يرحم أمي وأبويا ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. باي باي، نتقابل في فيديو جديد.